ديري ثلاث درجه وانت ما يمكنش والله الا تحشوش شنو درت ليك وقاصها انا شضربني بهكا والله الا ورك عليا قال لي الصاد ايوا كيف تشوفوا معنا اشياء خياليه خاص بالمنصات ديال بوفلوس ديال الماو كما كتشوفوا الالاف ديال الامازيغ جاو باش يستمتعوا بهاد السهرة وهاد المهرجان بوشوش بيلمون أنواع ديال بوشوش بيلمون ها هو تبارك الله شوف ها الأنواع ديال بوشوش بيلمون في الشيرة ها هذا ديال الحولي الجلد ديال الحولي عليكم اصدقائي في فيديو جديد واليوم جديد كما كتشوفوا بوجلود بيلمون تشير هذا هو بوجلود بيلمون 2024 في تشيرة هذه هي البدايه ديال بوجلود بيلمون خاص في تشيرة باقي ما تخلى التشيرة لداخل تما فاش كاين بوجلود ها هو بوجلود بيلمون شي كلمه عندكم نتوما هذه اخويا تقاليد سوسيه اييه تقاليد سوسيه تقاليد سوسيه المزيغ من القديم البربريه حنا خويا شي علاش درنا كيلبسو كيلبسو كتحتفلوا به كل سنه كل عام تماما هذا هو بوجلود تشيره دابا شنو هو الدور ديالكم دابا كتلبسوا هذه اللبسه كيتصوروا معكم الناس كيدوروا معكم ولا كيفاش ضروري اخويا ضروري كيدوروا معكم تدبروا على مصيريفه كيدور هكا كيمشي ما كيعدي والو المهم حنا البنات ياك بغيتو تنشطو مع راسكم ما بغيناش نخليو التقاليد السوسية القديمة بغينا نخليوهم ياك دابا شحال ديال الوقت كتستمر في بوجلود؟ حتى السيمانة اسبوع تقريبا ولكن كيقولوا ربما غير ثلاث ايام اللي فيه بوجلود تماما الله يسخر لكم الله يوفق شكرا لكم بزاف بوجلود بيلمون هذه هي العاصمه ديال بوجلود بيلمون خاص في التشيره جينا باش ندير لكم الجوله مع بوجلود بيلمون خاص في التشيره اللي عليكم هو تبعوا الفيديو من البدايه حتى النهايه اشتركوا في القناه ديالي تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد ساعدونا باش نوصلوا القناه 400 فرجه ممتعه خاص من التشيره اذا هذه هي تشيرة اللهم بارك من جديد اييه تشيرة 2024 وغادي نحاولوا نشاركوا معكم الله حفظك نبداو لكم غادي يبان فين غادي يبان يوتيوب يوتيوب اذا تبارك الله اللهم بارك كما كتشوفوا تبارك الله اجواء خياليه اجواء ممتعه خاص في التشيره وكنعتذروا كاع لبعض الناس اللي بانوا في الفيديو كنعتذروا لهم تبارك الله تيتيس كاين تيتيس المليح كاين تبارك الله فورانا تبارك الله اذا اجواء خياليه غادي لكم هذه البلاصه اللي فيها وجود فيلم حيت دابا هو كيبدا مع ديك الثمانيه دابا باقي نص ساعة باش يبدا بوجلود بيلمون غادي جا عقلت على هاد البلاصة صورناها 2023 ايوا اجواء خيالية نقلبوا على بوجلود بيلمون اي بوجلود تلاقينا مع الطريق غادي نصوروه ان شاء الله بحول الله اجواء خيالية اجواء رائعة جدا وهاد البلاصة فاش كاينة المنصة كما كتشوفوها المنصة في هذا الاتجاه ربما يقدر تكون الموسيقى غادي نحبسوا الفيديو على حسب كوبي رايت ولكن غادي نحاولوا نصوروا لكم بعض اللقطات خاصة المنصة واحتفال بوجلود بيلمون فهاد الساحة كما كتشوفوا النوع ديال بوجلود بيلمون في التشيرة اش غادي تقولوا لينا؟
اش غادي تقولوا لينا؟ صافي فضايحه. ها؟ صافي فضايحه. عاود عاود شنو؟ تحية. شابية. الشبيبة ديال اش؟ الشبيبة ضايعة. الشبيبة ضايعة. إيوا كما كتشوفوا معنا بوجلود بين الموت. اش غادي تقول لينا؟ عيد مبارك سعيد. عيد مبارك سعيد. تمام. تبارك الله كما كتشوف الشكل ديالو بوجلود بين الموت. الشكل ديالو تبارك الله رائع جدا. تبارك الله عليك. دابا غادي تخرجوا وغادي تحتفلوا ياك. غادي تمشيو النيشان وغادي تدخلوا هذه البلاصه حدا المنصه كتحتفلوا. تماما. شحال تقريبا غادي تستمروا خاص في هذا الاحتفال؟ مزيان. اذا كاين غدا وبعد غدا الخميس. تماما. الله عليك. الله يوفقك. هذا المكان رائع جدا. العاصمة ديال بوجلود بين الموت. أكادير شعيرة. هما كتشوفوا هذا بوجلود بين الموت. بداو كيوصلوا. دابا اش غادي ديروا ربما مع ديك 8 ونص؟ نجيو نستعرض إن شاء الله ونشطوا معاهم. نشطوا معاهم؟ دابا اللبسة ديالك شحال باش تقامت عليه؟ 24000. 24000. ها أنتم أخوتي اللبسة ديال بوجلود 24000. تبارك الله. شحال تقريبا اشتغلتي عليها؟ مرة رمضان شي شهر هكا. ورا رمضان بشهر كتشتغل عليها؟ تبارك الله. هذا بوجلود بين الموت كما كتشوفوه. ودابا شنو هو الدور ديالكم؟ المحافظة على التراث ديالنا ديال التراث ديالكم والتاريخ ديالكم. ومن بعد كاين شي كتستافدوا؟ شنو فاش كتستافدوا؟ كتستافدوا هذا باش كتمشي مع غير هواية فقط؟ هواية فقط. كيدوروا معكم الناس ياك؟ شي واحد كتصور معاه كيدبر عليك مزيان. وباش كتضرب هذيك؟ دابا ممكن تعطيني شي بركة بهذيك؟ شوية. واو 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 ضربتي لي ثلاث دراجة وانت ما يمكنش. الله يفتح شوف اش قلت لك قاصحة. علاش ضربني بهكا؟ الله ينورك عليا. قال لي الصاد هذا مو جليت بيه المو. اذا خدينا البركه عنده. والله الا قصحني بن الله قصحني. حذاري توما حذاري راه كيهضروا بالمشان. تبارك الله كما كتشوفوا كيتصوروا مع الناس. اذا بوجلود بين المون هذه هي قاعدته. كيضرب في الناس كيتصوروا مع الناس. اذا بوجلود عنده تاريخ كما سولت بعد بوجلود بين المون. قالوا بانه حبا هوايتهم هي هذه واخا ما كيستافدوا من بزاف ديال الحوايج. بزاف. بزاف كما قلنا كيتصوروا مع الناس كما كتشوفوا.
كتشوفوا الانواع ديال بوشلوت بيه الموت، اللهم بارك الانواع بوشلوت بيه الموت. كما كنا باقي مستمرين في الجوله ديالنا، اش تصور معايا؟ ها هو بوشلوت بيه الموت، ها هو شوف عمرو سنين و انت ميمكنش تسني مع عمرو نضرب لي كاع نشوف كل مكان. اذا حاليا كتشوفوا بوشلوت بيه الموت، ها هو فوق الموطور. هاد البلاصه ديال الشيرة فيها بوشلوت بيه الموت، مع 8:09 غادي تشوفوا بوشلوت بيه الموت خاص بهذا المكان الرائع جدا، وهاد الساحه كما تشوفوها وهاد البلاصه فيه بوشلوت بيه الموت. كما قلنا الانواع ديال بوشلوت بيه الموت. اجواء خياليه، اجواء ممتعه خاص شيره كما تشوفوا، الله يبارك، اجواء ممتعه. الساحه في اتجاه هنا شيره، واحد ثاني كنعتذروا بعد الناس اللي ما بقاوش يبانوا، كنعتذروا لهم كنطلبوا منهم يسيبوا لينا. هانتوما كما كتشوفو شايرة عاصمة ديال بوشلوت بيه الموت، أفضل بوشلوت بيه الموت فقط شايرة، فقط شايرة فقط. فاش كاين بوشلوت بيه الموت، بعض الأنواع ديال بوشلوت بيه الموت مختلف تماما، الله هو فين. هذه الليله البلبله القربله غادي تكون خاص بوشلوت بيه الموت، غادي يحتفل وغادي يدير الجوله ديالو وغادي يستمتع وغادي يحتفل بالقاعده ديالو بالطريقه ديالو كما قعدت دائما. هذه هي شايره، حاولوا ديروا مجهودات باش نصور لكم بعض البلايص، لان شايره بدات كتعمر، اللهم بارك. اجواء خياليه، اجواء ممتعه في الشايره. المهم حنا درنا الجهودات ديالنا، صورنا لكم الشايره، ودابا حاليا غادي نمشيو لكم المنصه ونكتشفوا بوشلوت بيه الموت خاص في الشايره فقط. ها هو بوشلوت بيه الموت، ها هو هذا صعيب، ها هو صعيب، بدا يضرب في الناس، ها هذا صعيب، ها ضربوا ضربوا اخويا، ضربوا خويا، ضرب هذا، ضرب هذا نشوفوه، ضرب ضرب والله الا ضربوا بالله. اجي تكلم معنا ابو شلوت، تكلم معنا صح، كاع بدا كيضرب في الناس، الله يحفظك واخا اجي اجي قدام ابو شلوت. كما قلنا بوشلوت بيه الموت كيدير الجوله ديالو هنا في هذا المكان، ها هو اجواء خياليه. ها انتم كما كتشوفوا بوشلوت بيه الموت خاص في التشايره، بوشلوت بيه الموت في التشايره، اش غادي تقول لنا؟ حنا اليوم التشايره رغم جميع المعاناه حنا ديما محافظين على التقاليد ديالكم والتراث ديالكم، جا من الجدد ديالنا كتحتفلوا، وعندك انت بوشلوت بيه الموت واعر تبارك الله، واخا زوين والله الا زوين. تماما رغم جميع المشاكل اللي غنلبسوا تماما كما كتشوفوا. اذا كنصوروا معاه، حتى حنا نتصوروا معاه بوشلوت بيه الموت، ها هو والله دير شي فيديو. شوف تبارك الله البركه كيف باش كتضرب، ها هي فين هي، السلامة ضرب لينا شي واحد، بغيناك ضرب لينا شي واحد هنا، ها هو ضرب هذا، ضرب هذا، ها هو هذا كيعرف، ها بلاتي
تات هاك الله يسخر. كما كتشوفوا بوجود بين المول كيتصوروا مع الناس. اذا كما كتشوفوا الصفه ديالو والجلد ديالو. اذا كاين الانواع ديال بوجود بين المول في المستوى كما كتشوفوا نقي كيتصوروا مع الناس. كاين اللي كيدور معاه كاين اللي ما كيدورش معاه. ولكن في نفس الوقت امتى كيكون بوجلود كيشعر ياه كيشعر بوجلود حتى هو كيشعر بعض الوقت بوجلود يشعر زعما يكعى مثلا كثرت الناس يقدر يكعى. لا على حسب على حسب ممكن بوجلود يبقى هو الطوطه حتى كيبقى هو هو بوجلود بين المول مختلف تماما. كاينين كيقولوا بعد بوجلود بين المول يقدر يسبب لك مشكل يقدر يضربك. لا ولكن على حسب الناس خويا الناس خويا كاينين بعد يقولوا بوجلود بين المول يقدر يدي لك شي حاجه ولا لا حيت كاين بنادم كيصيف فلوس في الشله فيديو جبنان محدا كيبجح عليك وكسمع عليك كيف رايحه خنزه هو ما عرفش تما يضربتي فيها yeah. لا ولكن هذا نقي تبارك الله نقي هذا ما فيه الريحه لا والو. اشنو كديروا لي باش تنقيو؟ كاين الملحه كاين الشباكه. شحال ديال الوقت تقريبا كتشتغلوا عليه؟ هذاك الشيء اللي كاين فيه الوقت شحال 15 يوم 10 ايام على حسب الشهر حيت كاين اللي كيجيب المعزي وكيدبحوا وكاين اللي كيجيب الجله موجوده. تماما كما كتسمعوا تبارك الله دير هذيك البارتيه ديالك ها هي كما كتشوفوا اللهم بارك. واو ها انتم تلقينا مع اصغر بوجلود شيخ. اش غادي تقول لينا؟ مبروك العواشرية. تبارك الله تضرب هذه هذا هو بوجلود بيه الماء تبارك الله. دير هذيك البارتيه ديالك ها شوف 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 تبارك الله شنو هي هذيك زعما زعما واعر. هذا هو بوجلود بيلمون اصغر بوجلود في التشيره. انتم صغار وكديروا هاد بوجلود علاش زعما انتم صغار وكديروا هاد بوجلود؟ عادي اللي كيديروا عمر 4 سنين. 4 سنين هذيك السنين كل واحد. ولكن هادو كيضربوها بالخاطر هادو الكبار صحاح كيضربوا بالشهر هادو هما الواعرين. يا خا الى جيتي تقوى لا والو وهني واعره. هاكاك تبارك الله عليك. زيد تمشى كما كتشوفوا تمشى تبارك الله ايوا كما كتشوفوا الانواع ديال بوجلود بين المول ها هو تبارك الله. شوف ها الانواع ديال بوجلود بين المول في الشايره. ها هذا ديال الحولي الجلد ديال الحولي هيا رياضنين ها تبارك الله عليك برافو. الانواع ديال بوجلود بين المول في التشيره. هذا خروف. بدا بوجلود بين المول كيجي الجوله ديالو ها واحد صغير تبارك الله عليك. هيا رياضنين ها اسين رياضنين ها بوجلود بين المول ها هيا رياضنين ها تبارك الله ها شوف زر برافو. بوجلود بين المول كما كتشوفوا الانواع ديال بوجلود بين المول. اش غادي تقولوا لينا؟ الانواع ديال بوجلود بين المول شنو غتقول لنا انت؟ صابعة رابعة. اشنو هي رابعة اش اجي؟ اشنو هي رابعة؟ رابعة نفسك تنفيدي كتبغيها؟ بزاف واحد. انت هو كيحب بوجلود بين المول انت هو كيحب. كما قلنا اجواء رائعه والانواع ديال بوجلود بين المول في كل مكان باش نكونوا واقعيين على حسب الانواع ديال بوجلود بين المول اللي كاين خاص في التشيره. اجواء خياليه اجواء ممتعه في التشيره. بوجلود بين المول كما كتشوفوا كيتصوروا مع الناس. هذه هي تشيره العاصمه ديال بوجلود بين المول تبارك الله كما كتشوفوا اللهم بارك. نطلق نقاط القوة مع بوجلود بين المول ها هو ها هو هذا الثاني اشوفها رائعة الله يحفظك الله يحفظك. بوجلود بين المول تشايرة الناس كتصور معاه. طويل تبارك الله شوف تبارك الله. تبارك الله هايل هاوسي بزاف
صافي اشي كلمه بوشلوت بين مو شي كلمه الدراري كله اش نحي ياك بوشلوت بين مو تبارك الله هادي تصور هادي تسكر التصويره وتكرواد وتكرواد باش ما نزاد زرات تبارك الله ماشي مشكل نقسم مع الادسنس تبارك الله كيف ما كتشوفوا اذا الناس كتاخذ الصور مع بوشلوت بين الماون بوشلوت بين الماون اضرب شي واحد اضرب شي واحده تما باش نصوروها حيت كيضرب هو كما قلنا اجواء خياليه شايره هذا المكان كله فيه بوشلوت بين الماون كما كتشوفوا التقاليد ديالو اللبسه ديالو اللهم بارك شوف تبارك الله رائع جدا بوشلوت بين الماون اش غادي تقول لنا على بوشلوت بين الماون الافتتاح ديال بوشلوت بين الماون خليت عيني انا لقيت الوالد كيلبس وديديك صدات فاطيزه وخويا خالد انت اللي كيلبسوا راه كيتعجبوا بزاف باش ياه بحال هذه ايه كيخسروا فلوس كثيره والله باش يطلعوا بحال هذه مزيانين تبارك الله دابا شحال كدير هذه اللبسه اللي لبستي هذه مقيمه عليا ب 2300 درهم 2300 درهم اللهم بارك 46000 ريال 46000 ولكن كتستافدوا شويه كاين اللي كيتعاون معاكو شنقول لك صوروا هوايا صافي ياك واحد الحب تبارك الله كاع الناس كيتصوروا مع بوشلوت بين الماون اذا اجواء خياليه اجواء رائعه جدا هاو يلعب كره هاو يلعب كرة تاو هاو يلعب كرة اي هي هي برافو كراو هو المرة دخلت النيت مرة دخلت النيت على حسب بوشلوت بين الماون مزيان يفولكي غير هذا مش كتسكر لبسي هاد النيت 8 مش 8 8 مي 8 اوهو الثمن الثمن 2500 درهم اذا 50000 ريال تبارك الله بوشلوت بين الماون كما كتشوفوه اللهم بارك وهاد الجل اللي كتلبس ما تخيلش عليك شويه تخيل شويه ياك عندكم شويه ديال التماره فين على حسب الجوله ديالكم تماما كما قال لكم بوشلوت بين الماون راه هادشي ماشي ساهل واجب تشجعوهم ودوروا معاهم وتهلاو فيهم وبارطاجيو ليهم هيا رياضين سير تبارك الله بوشلوت بين الماون اذا الجوله رائعه جدا مع بوشلوت بين الماون اذا هذه هي قاعدتهم اللهم بارك تبارك الله تبارك الله بيزلاف دير غير بيزلاف لا بيزلاف بيزلاف وكيلعب كورة كان واحد هواية واحد حب فقط أبو شريك بيه الموت اللهم بارك هي الله حفظك هذه هي الشيرة هيا نياض منها بوشلوت بين الماون شي كلمة شي كلمة تكلم معنا جديد غالي جديد غالي وعلاش داير انت هذا ديال الحولي ديال الحولي هاهما تلاقاو مع بوشلوت بين الماون هاهما تلاقاو الانواع ديال بوشلوت ديال بين الماون دابا هذا ديال المعزي والاخر ديال الحولي الله يحفظك الله يحفظك اللهم بارك عمي ربي بينا ها انت بينك ها سيمو سيمو شيرين لان شيرين لان اي بازيغ ايوا كيف تشوفوا معنا اجواء خياليه خاصه في المنصه
ديال بوجلود بيلمون كما كتشوفوا الالاف ديال الامازيغ جاو باش يستمتعوا بهاد السهره وهاد المهرجان بوجلود بيلمون. اذا عندكم هاد البلاصه كلها عامره، عندكم هاد الاتجاه حتى هو عامر تبارك الله، وعند واحد البلاصه هاد الاتجاه حتى هي عامره. اليوم الاول ديال بوجلود بيلمون، لان كما قلنا بوجود بين ماونا اي بلاصه مشيتو خاصه تلقاو ربما تشيره كامله تما مشيتي ممكن تلقى بوجود بين ماونا خاص في الساحه هنا. ايوا كلي تزرب بوجود بين ماونا اريسيكيس اريسكار تا هو دانس كلي تزرب هاتي تبارك الله بوجود بين ماونا ها زرات ها هاري تشطا هاري سكر البارتيات اللي تصدر بين ما هاري التركاز تبارك الله غادي يبان عرفتي تبارك الله وجلود بين ما يرقي تبارك الله تبارك الله واو هاري كاتا وجلد بين المو صعد صعد تبارك الله اللي تسرب وجلد بين المو نردي تصور تبارك الله كيتها زر اوت كرانت ها اوت اريكات مفيها تبارك الله ابو شلود اوت كرواد اوت كرواد هاك نصور اوت كرواد اوت الدريه اوت الدريه هاتي اوت هو كاع هو المريكا ريو تكرا زراتها ريو تكرا راه دغيا تكرا زراتها هاي النوع يض من هوت خوس كاين يا انواع من بوشلوت بين مولا غي دلال ركات يدي تبارك الله اللبسانس المسائلس لبسانس اللي فيه السيز حيتو تسهل هاي نياضني هاي نياضني تبارك الله تبارك الله بوجلود بين المو انواع بوجلود بين المو المهم رزقي زدي انواع بوجلود بين المو غادي لا اللهم بارك ارجس نتصور تبارك الله ها كنت صغار كرا الكلمه ابو جلود كرا الكلمه ما راه دقيقه انا كرا الكلمه على حسب اليوم الاول اليوم الاول خير هذا هيك ياك الله نبدا ورطان زران ضرب عليك يا قال يا ربي الخير عليك اش خرب فيه ارتك وتكرا واد اكل صور كاينين والله بلا الزروادين من ويوت تبارك الله هاد 60 يوت كنيت ستفن زيد كما كتشوفوا بوجلود في الماو كيضرب ها هو حاليا في التشيره بوجلود بين ماون في التشايرة حاليا كنتواجدو في التشايرة بوجلود بين ماون كيضرب في الناس أنا بوجلود بين ماون صراحة أجواء خيالية أجواء ممتعة تبارك الله شوفوا تبارك الله شوفوا
عاودس 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 اكل صور عاودس ايربوت اوت 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 وين اوت وين امازيغ هذا هو بوجلود ديال تشايرة تبارك الله شاو شاو تبارك الله تبارك الله بوجلود تشايرة اجواء خيالية اذا الناس كيتصوروا معاه الناس كتصور مع بوجلود ديال الماء وعندكم تشايرة عامرة تبارك الله بوجلود بالموت هو كنشوفوا الانواع ديال بوجلود بالموت خاص في التشيره كيسلم مع الناس على حسب بوجلود بالموت كاين اللي ظريف وكاين اللي كيضرب هانتوما الانواع ديال بوجلود بالموت التمسيه الانواع ديال بوجلود بالموت ها هو اللهم بارك انت وي تبان معنا في الفضاء وشلوت بيرما ها هو المونيكا ديالو احنا لا موموشا ديالي الموموشا ديالك بيبيش 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 صور راك اخويا المومويا ديالو الموموشا اجواء رائعه اجواء ممتعه بوجلود بيرما كما كتشوفوه في كل مكان تما مشيتي في التشيرات تلقى بوجلود بيرما تما مشيتي ها هو واحد اخر هيا رياضي ها شوف تبارك الله واه بلات ديك الصور هي بوجلود الانواع ديال بوجلود بين الموت بلاتي زرات بوجلود الانواع من بوجلود الانواع ديال بوجلود بين الموت واه درت سكيون غوتيت بزاف هذا هو بزاف بوجلود بين الموت بوجلود بير مول اريكات شوف دواسكي ونسا اريكات بدا كيضرب بوجلود بير مول شوف كيضرب الناس اريكات كيضرب شوف اي والناس كتقول العصا على بوجلود بين الموت كما كتشوفوا اجواء خياليه اجواء ممتعه ايوا كما شفتوا فيديو من البدايه حتى النهايه الانواع ديال بوجلود بين الموت درنا المجهودات ديالنا ليله رائعه مع بوجلود بين الموت نتمنى الاعجاب ديالكم والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش نوصلكم كل جديد ضربنا تمارة ديال بصح باش نصوروا لكم هذا الفيديو هو ما تنساو تبارطاجيو لينا وكنعتذروا كاع من بعض الناس اللي دات فيديو كاين بعض الناس ما كيبغوش يدوزوا في الفيديو كنعتذروا لكم سمحوا لينا بزاف حيت ما كنقدروش نصوروا بالطريقه اللي صعيبه كيكون صعب جدا ضروري تصور بعض الناس المهم الهدف ديالنا نيتنا صافيه نصوروا بوجلود بين الموت فقط نتمنى الاعجاب ديالكم والاشتراك في القناه تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد وانتظروا ان شاء الله فيديو جديد من جديد تشايره عاصمه بوجلود بين الموت تحياتي اكادير المغرب